عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف العادة نحكيو فيه على آخر أخبار ملاعبيتنا المحترفين. قبل هذا الكل نبدأ بخبر يهم المنتخب التونسي للمحلين، بما أنه الجامعة التونسية لكرة قدم أعلنت في الصفحة متاعها متاع الفيسبوك أنه المنتخب التونسي المحلين باش يشارك في تصفيات كأس إفريقيا للمحلين الشان 2024. دونك تشوفوا قدامكم ليدات الأوقات ولا لتروا تور متاع الكاليفيكاسيون. التور الأولى باش تلعب في سبتمبر، التور الثانية باش تلعب في ديسمبر، والثالثة بالطبيعة في مارس. دونك هذوما هما لي دات. شوفوا دونك لي دات الاخرين نتاع الروتور زاده، وبطبيعه ربي يوفق المنتخب التونسي المحليين اللي حاجه باهيه بالنسبه لي الكومبيتيسيون هذه، باش نعرفوا اسكو اللاعب المحلي عنده الامكانيه على الاقل باش يلعب في الفريق الاول ولا. وربي معانا بطبيعه. نبداو نحكيو على لاعبيتنا المحترفين البرة، ونبداو باللاعب حنا بعل المجبري اللي قاعد يكمل في الدوره التحضيريه نتاع مانشستر يونايتد اللي فيها برشا مباريات. للاسف ما شفناش حنا بعل المجبري ضد الارسنال لعب حتى دقيقه. دونك شفناه البارح ولا اليوم الصباح، ما تسعه نتاع الصباح لعب المباراه الوديه ضد الفريق الويلزي هذا ريكسام. شفنا المباراه هذه اكثريه الملاعبيه معناها ملاعبيه تحت 20 عام، ولا نقولوا بون تحت 23 عام. نجم نقولوا اللي حنا بعل المجبري قدم مباراة كبيرة في الماتش هذايا، رغم اللي الخسارة هي 3-1، بما انه الملاعبية اللي لعبوا كونترهم هما ملاعبية نتاع سينيور والاخرين ملاعبية صغار. بالطبيعة احنا نركزوا مع حنا بعل المجبري اللي لعب مباراة مزيانة برشا معناها على حسب الصحف الكل تشوفوا الانجليزية، على حسب سوف سكور. بالطبيعة الريزومي اللي تفرجنا عليه ما نجموش تفرجوا فيه بارتي معناها صباح ما تفرجناش عليها، لكن المردود اللي شفته على حسب وجهه نظر نتاعي من احسن لي فيرسيون تاع حنا بعد المجبري. حنا بعد المجبري اكثر معناها ثقه في نفسه، اكثر انيسياتيف، تحسه هو اللي معناها يتحكم في الريتم تاع جو. اصحابه الكل معاملين عليه حاجه مزيانه برشا. بون على حسب سيت سوفا سكور خذا نوت 7.2 من 10. خلينا نحكيو على الارقام نتاعو وتشوفوها قدامكم. بالطبيعه لعب 90 دقيقه، مس 82 كره، دقه نتاع 85%، هذه حاجه مزيانه برشا، وقاعد معناها يكمل فيها حسن في الدقه نتاع التمرير نتاعو. زاد زوز ارقام مهمه، التونتاتيف نتاع الدريبل انه يجرب باش يدريبلي زوز على اربع نجح، وخاصه لي دويل لوتا الثنائيات لوتا ربح 13-16، اللي حاجه ممتازه برشا، ارتفعت بارابور الماتشات اللي فاتوا. نعرفوا حنا بعد المجبري بو ما يربحش لي دويل نتاعو الكل، لكن ولا يحارب عليهم اكثر بارابور عم ناول زاده. دونك حكينا على حنا بعد المجبري اللي في المباراه هذه، دونك على حسب اللي نشوفوا فيه تو، على حسب العباد اللي تفرجت في المباراه، لعبكم ديس ريجيسور، ومن بعد صارت ورقه حمراء في مانشستر يونايتد، دونك وخر التالي باش هو يبدا من هو صناعه اللعب. دونك كما قلنا مردود كبير. الحاجه اللي نجم نكونفيرميها انه كل ما يلعب، معناها حنا بعد المجبري مع لي كاتيجوريا ذوما 20 والا 23 تحت ال 20 ولا تحت ال 23، يقدم مستويات كبيره وتلقى عنده اكثر انيشيتيف في اللعب، بحكم انه هو يحس روحه الباترون. لنا تفرق شويه كي بدا يلعب مع ليكيب ا مع السينيور ليكيب تيب. دونك نشوفوا حنا بعد المجبري معناها ماهوش سبونتاني كيما يبدا يلعب مع الكاتيجوريا اللي كنا نحكيو عليهم، هذه راجعه للخبره، دونك للماتوريتي. هذاك علاش لازم يلعب اكثر حنا بعد المجبري، رغم كيك راه قاعد يقدم في مستويات محترمه. حنا بعد المجبري يحب يحس روحه هو الباترون في وسط التيران، دونك هذه بطبيعه تكتسب بالخبره بالعديد من الماتشات. وان شاء الله معناها من المرجح وبورسنتاج كبير انه باش يخرج من مانشستر يونايتد، يمكن اعاره بعد ما كانوا يخموا في البيوع نتاعو. نشوفوا ان شاء الله في البريمير ليج، على خاطر السنه مع مانشستر مش باش يلقى برشا طون جو. دونك نحكيو على الصحف الانجليزيه اللي الكل براتيكمون اختاروه هو احسن لاعب، مثلا على حسب ان فوتبول اعطته نوت 8/10 احسن لاعب، على حسب بيبلز بيرسون هذه اعطته 8.5/10 وقالت لي احسن لاعب، كيف على حسب يونايتد ديسكريت هذه اعطته 8.5/10. وان شاء الله حنا بعد المجبري نشوفوه في احسن الفرق يطور من روحه، مما لا شك فيه انه غدوه ضد ريال مدريد مش باش يكون موجود، بما انه البارتي معناها بيناتهم يمكن اقل من 48 ساعة. دونك ان شاء الله حنا بعد المجبري نشوفوه في قادم مناسبات
في فريق ينجم يوري فيه اكثر امكانيات نتاعو. نحكيو على لاعب اخر اللي هو منتصر الطالبي، واحد من اللاعبيه اللي ديما يشرف فينا خاصه في اخر موسم ليه مع لوريون، احسن لاعب دونك يعمل في التحضيرات نتاعو. بون هبط رقم وتابلو في موقع 90 دقيقه، شكون اكثر من لاعبيه لعب دقائق في الدوريات الخمسه الكبرى. يجي هو المرتبه الثانيه ب 4230 دقيقه، بعد شكون؟ بعد هاري كين، يجي بعده في برونو فرنانديز. دونك هو المرتبه الثانيه، وريك الكونتينيتي والستابيليتي نتاع اللعبه ذا في الدقائق اللي يلعبهم في الماتشوات، زاد حتى في الروندمون نتاعو ان شاء الله يكمل في المستوى هذا. مما لا في شك فيه انه برشا عروض جات لوريون، لكن بون ما يحبوش يسلموا فيه في فريق لوريون. فما اخبار تقول انه بي اس في اندهوفن الهولندي حب عليه، لكن معناها رفض انه يمشي لهم. وان شاء الله ان شاء الله زاد اللاعب هذا نشوفوه في قادم المناسبات في الامريكاتو الجايين، يتباع الفريق محترم ومحترم جدا. نكملوا نحكيوا على لاعب اخر قاعد يعمل في بروغريسيون في الكارير نتاعو، قاعد يمشي خطوه خطوه نحو العالميه. نحكيوا على الياس العاشوري اللي اكتشفوا الشعب التونسي خاصه في اخر مباراه ليه مع المنتخب التونسي بالفنيات نتاعو باللابور اوفنسيف، كيف كيف في السرعه انه يسرع لك الهجمه، وينجم اي ملاعب تكنيكمون يتفاهم معاه كيما حنا مع المجبري. بالطبيعه اللاعب هذا اللي صح اوفيسيلمون مع كوبنهاغن عملاق الدوري الدنماركي اللي هز بطبيعة البطولة العام اللي فات. نعرف الياس العاشوري تألق الموسم اللي فات مع فيبورغ الدنماركي، لعب 24 مباراة سجل 6 أهداف وعطى 7 أسيست. دون الروندمون اللي قدمه في وسط التيران تكتيكمون زاد فكان الكرة. دونك بعد ما شراه الفريق هذايا بمبلغ 3.5 مليون أورو اللي هي أغلى صفقة تتباع في فريق فيبورغ، اغلى صفقه دونك دخل لهم برشا فلوس، يدخل ديريكتومون في صلب الموضوع، ديريكت دخل يترين معاهم في اول نهار صحح فيه، ومن بعد في اول مباراه ليه تاع تصفيات الشامبيونز ليج، بما انه الفريق هذا كوبنهاغن يلعب في تصفيات الشامبيونز ليج ضد الفريق الايزلندي بريدا بليك، دونك انتصر 2-0 وهبط في الدقيقه 71، لعب براتيكمون 20 دقيقه. دونك حسب الفيديوهات اللي هبطوا قدم مردود محترم، كيف كيف الاحباء نتاعو والمدرب نتاعو فرحان بالمردود نتاعو. حتى المدرب نتاعو حكى بعد ما جاء الياس العاشوري على الفنيات نتاعو على لابور نتاعو، ان شاء الله باش يكون في الفريق نتاعو واحد من اللاعبيه اللي عاملين عليه سنة بصفه كبيره وكبيره برشا، وان شاء الله نشوفوه متالق. نكملوا نحكيوا على لاعب اخر ملاعب انترناسيونال اللي هو يان فاليري الظهير الايمن نتاع المنتخب التونسي، اللي زاد النجم يلعب لكم تروازيام اكسيال، تبدا تلعب ثلاثة في اللاكس. اللاعب هذا معناها اللي هو يلعب في فريق أنجي الفرنسي اللي طاح للدرجة الثانية الفرنسية. دونك على حسب الأخبار فوتبول تونيزيان كيف كيف معناها صحف إنجليزية يحبوا عليه في زوز فرق إنجليزية يلعبوا في الشامبيونشيب. نحكيوا لنا على كارديف سيتي وهودرسفيلد الإنجليزي في الشامبيونشيب. شوفوا دونك الايام الجاي اسكو باش يقعد في اونجي ولا باش يمشي يان فاليري، اللي زاد اللاعب هذا نستناو منه برشا ابور للكيب ناسيونال، على خاطر كي شريدا وحده كوم اريير دروا ما عندوش توا كونكورون كبير، حتى دراجر نيفو نتاعو طاح برشا. ان شاء الله ان شاء الله اللاعب هذا نعملوا عليه خاصه في البوست هذيك، وان شاء الله يخدم على روحه باش نشوفوه زاد في التوب نيفو نتاعو. نكملوا نحكيوا على لاعب اخر اللي هو محمد بن فرج اللي هو عنده جنسيه تونسيه اللي كان يلعب مع اوكسير، دونك شريتو ديجون الفرنسي لمده موسمين وموسم قابل للتجديد. بون ديجون الفرنسي يلعب في ترازيام ديفيزيون، ما يهمش ما يهمش بصراحه، توا خاصه التجارب اللي قاعدين نشوفوا فيها نتاع اللاعبيه اللي قاعده ترولونسي في الكارير تاعها كيما رفيعه بار اكزومبل، ان شاء الله يخدم على روحه اللاعب هذا اللي عنده نمبر نتاع تهديف محترم مع نادي اللي كان فيه. دونك ان شاء الله ان شاء الله يخدم على روحه، وعلاش لا نستدعوا المنتخب التونسي، ينجم يمكن يكون حل في الهجوم رغم اللي ناقصنا العصفور النادر اللي نحاولوا نبنيوا عليه كوره ويهز معناها المنتخب التونسي البالي اخرى خاصه في الهجوم، على خاطر المنتخب التونسي تو يعج كان باللاعبيه اللي يلعبوا ديزيلي وما عندناش راس حربه دوميتي على قاعدة. وننهيو الفيديو متاع اليوم مع خبر يهم معناها وسط الميدان محمد حاج محمود، اللاعب هذا يلعب في لوغانو
سويسري دونك يجدد العقد نتاعو حتى 2026. كان مطلوب معناها من فريق يونغ بويز سويسري، لكن بون اختار انه يقعد في فريق لوغانو. اللاعب هذا زاده قاعد ماشي في خطى ثابته، عنده امكانيات محترمه، ان شاء الله نشوفوه ديما متالق، وعلاش لا يجي للمنتخب التونسي باش يعاوننا في وسط الميدان. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، نستناكم تتفاعلوا مع الاخبار هذه الكل. نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه، حتى لنا نقول لكم بالسلامه.